قررنا نسوي لكم فيديو قصير وايد حلو، العاب باتمان ضد العاب سوبرمان، فخلونا نشوف مين بيفوز. انا العب ليجو باتمان تعجبني الصراحه، ما ولا اي شيء ليجو ما لعبته، بس ليجو باتمان هو معروف من احلى العاب ليجو. ولكن لازم نذكر ان في لعبه سوبرمان طلعت على 10 اجهزه ولكن ما نقدر نسميهم كونسولز. اللعبه هي طبعا سوبرمان مان اوف ستيل اللي طلعت في سنه 89، طلعت على 10 اجهزه ولكن كلهم كمبيوترات. يعني عندنا شنو؟ عندنا الاميجا، امسترال بي سي، عندنا الابل 2، اتاري اس تي، بي بي سي مايكرو، كوميدور 64، كمبيوترات اي بي ام، ام اس اكس او صخر، وزد اكس سبكتروم. احنا نتكلم عن جيمينج ومو كمبيوترات، يعني ريترو جيمينج، نينتندو، سيجا وهاللون، فبنعطيها النقطه حق باتمان. من عقب الدريم كاست في وايد العاب باتمان وكم لعبه سوبرمان، ما بقول جربتهم ولكن لعبنا ويا سوبرمان صح. في انجستس و دي سي فيرسس مورتال كومبات وهالنوع من الالعاب. لا لا تجيب اسم ذيك اللعبه، شنو؟ دي سي فيرسس مورتال كومبات، بس دي سي ليجندز اون لاين، مور هيروز اون لاين، هاي لعبه فاهم صراحه. يا قاعد اخلي سوبرمان يسوي لك كذي يقول ايه كونسل صغير ذا، لا ذا شنو؟ مو قاعد يسوي سوبرمان يكلمك هاللون في يا زعم، انت بس حط لنا دايلوج انه قاعد يكلمك. اوكي نشور ايش تبي سوي. وحين بنعطي نقطة حق الاوتستاندينج بيرفورمانس من بين هاي الشخصيتين، مين يؤدي احسن في الالعاب والالعاب احلى بشكل عام؟ طبعا باتمان. العاب باتمان وايد متنوعة ومختلفة وفي لها اشكال والوان وايد، فالكل متأكد الوان بس يلبس اسود في بينك باتمان اول. المهم القصد انه في وايد العاب باتمان، واذا ما تحب واحدة بتحب الثانية 100% او لعبت واحدة وانت صغير. فسوبرمان مشكلته ما فيها العاب نفس ما شفنا، ما في وايد العاب فما نقدر نقارن، وبعرف ال64 ما يعرف يطير عدل. متأكد الوين فاونديشن ما دفعوا لك فلوس عشان تغلب باتمان؟ شو متأكد انت مو دافعين لك لكريس كورب عشان تغلب سوبرمان؟ ما اعرف لكس لوثر، بس مو احنا غلبنا ولا الوين فاونديشن، الناس اللي غلبوا باتمان. تشيزي شوية ما تصور زين، حطي جبن بيتزا. واخر نقطة بتروح حق اخس لعبة من بين كل العابها الشخصيتين. طبعا اللعبة وايد مشهورة عن لعبة سوبرمان، انا بحسب بوينت مو نيجاتيف بوينت، بوينت نزل اخس لعبه. لو كنا في 3.5 حق هاي باتمان ما حصلتها تشيك اللي اعطوني، لا ما حصلت لعبه.